زعيم عصابة لسرقة سيارات يسقط متلبسا بين يدي السلطات المغربية. إليكم تفاصيل ما حدث. ظل لغز عمليات السطو على سيارات عدد من الضحايا بإقليم برشيد والضواحي يستنشر السلطات المغربية إلى حين تمكن عناصر الدرك مؤخرا من الإطاحة بزعيم العصابة الخطيرة المتخصصة في استهداف السيارات. الأسلوب الاحترافي المعتمد من قبل العصابة وفق صحيفة الصباح المغربية يتحدد في اختيار توقيت تنفيذ عملياتي السطو، حيث يكون مسرح الجريمة خاليا من المارة والضحايا قبل القيام بفتح أبواب السيارة المستهدفة وسرقة محتوياتها وأكسسواراتها وتصريفها إلى هواة اقتناء المسروقات. إيقاف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 27 سنة تم عن طريق نصب كمين محكم له من قبل عناصر الدرك بعد تفاعلهم مع شكاية مباشرة لأحد الضحايا، وتمت محاصرة اللص متلبسا وهو منهمك في محاولة فتح أبواب إحدى السيارات المركونة. أثناء التحقيق معه اعترف المتهم بتنفيذ 12 عملية سرقة، في حين تتواصل الأبحاث لتحديد هوية شركائه المتورطين من منفذين ومقتني المسروقات. شاركنا رأيك.